اذا الحمد لله السياسه ديال القوب في ميدان ديال الصحه هذا التجديد ديالها على الارض الواقع، يعني هذا المركز الصحي اللي هو قريب للمواطنين في واحد الحي ديال تقريبا 50 الف نسمه اللي يمكن يستقبل 200 ديال المواطنين في اليوم، يعني تجهيز اللي هو كامل وفي داخل في واحد البرنامج ديال الحمد لله اعاده يعني الهيكله ديال الميدان الصحي اللي كان تقدم لصاحب الجلاله، والان وصلنا ل 300 تقريبا 30 مركز صحي اللي هما يعني في هذا المستوى اللي كاين في داخل الوطن، وغادي نمشيو لاخر البرنامج يعني في جويه ان شاء الله اكثر من 450، ومع العلم انه غادي نوصلوا ان شاء الله ل 1400 خلال يعني الشهور او السنوات المقبله، باش يكون جميع يعني المراكز ديال الصحه اللي هي قريبه للمواطن في هذا المستوى، فيها لانفورماتيك، فيها سيستم دانفورماسيون، فيها قاعه العلاجات، فيها واحد العدد ديال الامكانيات اللي يمكن تسهل الماموريه والمدخل، وتكون ان شاء الله مدخل ديال طب الاسره في المستقبل.